فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وذلك كما سبق أن الله جل وعلا أنزل القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون بعض القرآن ببعض، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا ولا يتعارض أبدا، لكن هذا يحتاج إلى رسوخ في العلم وفقه في العلم. وأما غير الراسخين في العلم فإنهم يأخذون، كل منهم يأخذ بطرف من الأدلة ويترك الطرف الثاني الذي يبينه ويوضحه، وهذا هو الضلال وهذا هو الزيغ، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فإذا ظهر لنا بين آيتين أو بين حديثين أو بين حديث وآية شيئا من التعارض فإننا لا نتسرع بالحكم، بل نتريث ونرد كتاب الله بعضه إلى بعض وأحاديث رسول الله بعضها إلى بعض، فسنجد حينئذ أنه لا تعارض بين الآيات والأحاديث، فإن كلام الله يفسر بعضه بعضا، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، وإنما يأتي الغلط من التسرع، وأن كل واحد يأخذ بدليل ويترك الدليل الآخر الذي يفسر ويوضح، فقد يكون هذا الدليل منسوخا بدليل آخر والعمل بالدليل الآخر، قد يكون هذا الدليل عاما والآخر مخصص له، قد يكون هذا الدليل مطلق والدليل الآخر مقيد له، فلا بد من اعتبار هذه الأمور. نعم. وهذا لا يقدر عليه إلا الراسخون في العلم الذين يعرفون مدارك الأحكام ويعرفون كتاب الله وسنة رسوله والفقه فيها. وأما أهل الزيغ وأهل الضلال فإنهم يعمدون إلى قطع القرآن بعضه عن بعض، ويأخذون ما يوافق أهواءهم ويتركون ما يخالف أهواءهم، أو الجهال الذين ليس عندهم زيغ لكن عندهم جهل وعدم فقه، ويدعون أنهم علماء فيأخذون طرف من النصوص ويستدلون به، ولا يدرون أن هناك طرف آخر يبين هذا ويوضحه، فهم لجهلهم قصر علمهم عن هذا. فهذا دليل على أنه لا يجوز الدخول في تفسير كلام الله أو كلام رسوله إلا لأهل العلم المختصين.